فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلد العبد الصالح يونس بن متى. فاندهش عباس، لأن يونس بن متى كان قد توفي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من 1500 سنة. فقال له: وان أدرك بيونس بن متى؟ قال: أنا هو أخي، أنا نبي وهو نبي. فأقبل عباس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفيه وقدميه يقبلها. فقال أحد صاحب البستان لأخيه: لقد أفسد عليك خادما. وعندما عاد إليهم عباس قال له: ما دهاك يا عباس؟ قال: والله لقد قال هذا الضيف كلاما يعني ما يقوله إلا نبي. وكان عباس أول من آمن بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خارج مكة.